حضر الدجاج بالخضروات بالفرن، الطعم خرافي وكلش طيب، جربوها متأكدة راح تعجبكم. استعمل الدجاج كزدة لأن ما بيها زفرة وبسرعة تستوي والسعر جدا مناسب. نشويها على الخفيف إذا بيها ريش حتى تحترق وتختفي. بقالب الفرن حطيت الدجاج، ملح الخضروات فيجيتا وبابريكا وليمونة، منذب الليمونة نحط ببطن الدجاج ويا بصلاية كبيرة تنطيها نكهة كلش طيبة وقوية. شوية زيت الزيتون نسوي لها مساج، ونحط الطماطة والليمون والبوتيتا والجزر وفلفل حار، إذا ما تحبون الحار حطوا حلو، وشوية فلفل أسود، ونغلفه وندخل الفرن على 160 درجة أو 200 تقريبا ساعة إلا ربع، وها هي النتيجة النهائية مستوية على الآخر. أتمنى تجربوها متأكدة راح تعجبكم، وعلينا وعليكم بألف عافية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.